اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام اهلا بيك، ربنا يخليك يا حبيبي، سعداء بوجود حضرتك معانا كالعاده حبيبي يا اسلام. كابتن، قبل ما اتكلم عن المنتخب وعن اللي بيحصل مع منتخب مصر والمباراه القادمه والاستعدادات للمباراه القادمه وكلام كتير جدا النهارده، الحقيقه لفت نظري يعني من شويه، انا حتى قلت لهم يحضروها لنا في برنامج الاشبال وانا بتفرج، اتفرجت على جوله للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. حاجه الوضع مختلف، الامور جميله، عندك مجلس اداره بيوعد ببعض او بامور الحقيقه بيتم تنفيذها مش بالكلام. انا دايما بحب اتكلم، انا كاسلام لما باجي اتكلم لازم تبقى الامور قدامك على ارض الواقع. كابتن محمود الخطيب النهارده يوم 16/21/24 بيتفقد اعمال الانشاءات بفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وبالتالي حاجه محترمه جدا واستكمال لكل الانجازات الكثيره اللي بيعملها مجلس اداره النادي الاهلي، سواء في النواحي الاداريه، النواحي التنظيميه، النواحي الانشائيه، النواحي الهندسيه. حقيقة اسلام بصراحه امام عين حضراتكم اهو يعني الكابتن محمود الخطيب ما شاء الله يعني مكوك خلال الفتره اللي فاتت، وكمان يمكن عايزين يعني نتمنى له الصحه والعافيه الفتره اللي فاتت ديت الامور صحيا، لكن مع كل هذا كل يوم موجود في مكان فرع من فروع النادي الاهلي. النهارده هو موجود في فرع الشيخ زايد لاجل تكمله المشاريع اللي هي طبعا متفق عليها ان هي تتم او تخلص في ميعادها، فده بياكد ان كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يعني متواجدين بشكل كبير جدا وحريصين على طبعا انهاء المشاريع او انهاء الحاجات اللي لسه ما خلصتش في فرع الشيخ زايد، لان فرع الشيخ زايد كمان كابتن اسلام من الفروع الجميله جدا صراحة، مكسب كبير جدا لينا ومفخرة لمجلس إدارة النادي الأهلي. وكمان عايز أشكر اللجنة الهندسية كمان يا كابتن إسلام، لأن اللجنة الهندسية بصراحة عاملة شغل كبير جدا، يعني بتستفاد من جميع الأخطاء في جميع الفروع وبتبدأ تنتج في الفروع الأخرى محاولة علاج الأخطاء، وإن هي بتنفذ المشاريع دي بإيجابية وباحترافية وبشكل حضاري يليق بقيمة النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة في كل مكان. فطبعا الكابتن محمود الخطيب احنا شايفينه موجود مع المسؤولين اللجنة الهندسية، وطبعا هم بيشرحوا له ايه اللي تم من خلال فرع الشيخ زايد وايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية والمواعيد اللي هو طبعا بيأكد عليهم ان لازم يكون بأسرع وقت ممكن ان شاء الله الحاجات دي تخلص ان شاء الله قبل رمضان او بعد شهر رمضان، فنتمنى هذا يعني. لا الحقيقة كمان يا كابتن اللي عجبني في هذا الأمر انه في ظل هذه الظروف وفي ظل الأحوال الاقتصادية الصعبة، مجلس الإدارة وعد الجمعية العمومية بأن احنا يبقى عندنا إنشاءات جديدة بالشكل الفلاني، الجامع هيحصل أو المسجد هيبقى في الشيخ زايد بالشكل الفلاني، الألعاب اللي هتبقى موجودة في الشيخ زايد كذا وهنعمل الكذا. هناك إصرار ورغبة لدى الكل الحقيقة في مهما كانت الظروف الاقتصادية ومهما كانت الأمور صعبة في أن يتم الوفاء بكل الوعود اللي تم مجلس الإدارة وعدها لأعضاء الجمعية العمومية، ودي الثقة المتبادلة اللي بين كابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية. الثقة اللي الناس يعني رشحت كابتن محمود الخطيب لدورة تانية نتيجة الثقة دي، نتيجة إن هم عندهم ثقة في الله وثقة في كابتن محمود الخطيب إن هو هيعمل لهم اجمل حاجه ممكن تتخيلها لعضو النادي، لان ده اقل حاجه نقدر نقوم بيها لعضو النادي اللي طبعا يهمنا جدا راحته بشكل كبير. فالكابتن محمود الخطيب كان وعدهم ووعد الناس وهو صادق بالوعود ديت بتنفيذ المشروعات المتاخره في الشيخ زايد، وده واضح النهارده بالزياره اللي قام بيها، بيأكد على اللجنة الهندسية ان احنا لازم ان شاء الله نخلص الانشاءات دي في المواعيد اللي احنا متفقين عليها. طيب هنكمل كلامنا، والحقيقة وكالعادة الحقيقة بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع الحقيقة اللي ماشيين بيه طوال هذه الفترة. ولا تنسوا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير العمري فاروق،
اللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين الحاله لا تزال كما هي، اللي هو في غيبوبه والامور كما هي. لو جد جديد هنقول لحضراتكم، ولكن الحقيقه لا ينقصه الا دعاء حضراتكم من خلال كل المنصات التواصل الاجتماعي، كل اللي حضراتكم دايما. والحقيقه جمهور النادي الاهلي في كل مكان، في كل حته، الواحد بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، بيجد ان جمهور النادي الاهلي دائم الدعوه لنائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق. انجازات كثيره جدا، على راسها مجلس اداره محترم بقياده الكابتن محمود الخطيب، استطاع ان هو يعمل امور كثيره جدا جدا جدا، وده هيبان لحضراتكم على اخر السنه اللي جايه كمان ان شاء الله اكتر واكتر واكتر، لانه كل ما تم او كل ما وعد به مجلس اداره النادي الاهلي سيتم تنفيذه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. خلينا نطلع نشوف كلمه للمهندس سامح علي وماذا قال بعد هذه الجوله، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى ونتكلم في كره القدم ومنتخبنا الوطني. الكابتن محمود طبعا بقى له فتره ليه زيارات متعدده لاهلي الشيخ زايد علشان المشاريع القائمه بيتابعها بنفسه وبيتابع كل خطوه فيها بالتفصيل. النهارده جه معانا شاف اول حاجه حمام السباحه، تابع اعمال الحفر لتم حمام السباحه. احنا الحمد لله وصلنا لمنسوب التاسيس بالكامل. لو تشرفونا يوم السبت ان شاء الله هيبقى عندنا اول يوم نصب فيه اعمال خرسانه ان شاء الله لحمام السباحه. حمام السباحه مساحته كبيره، في حمام سباحه للمسابقات وفي منطقه اقوى كمان، ودي اضافه جديده لفرع الشيخ زايد احنا عملناها في فرع التجمع الخامس، ولقيت استحسان كتير قوي من اعضاء النادي الاهلي، فكان لازم نضيف هذه الميزه لاعضاء اهلي الشيخ زايد. الجزء الثاني مشروع برضه المهم اللي ان شاء الله نفتحه وكلنا نصيب جميعا ونصلي فيه في رمضان باذن الله، هو المسجد والمنطقه المحيطه بالمسجد وربط المسجد بالمنطقه المحيطه بيه. كابتن محمود دخل وشاف كل التفاصيل، شاف تفاصيل الخشب، شاف تفاصيل النجف اللي ركب، كل خطوه كان بيتابعها بنفسه علشان يطمن. احنا خلاص بنشطب يعتبر في المراحل النهائيه لتشطيب المسجد ان شاء الله والساحه الملحقه بيه. عملنا تيرات خارجيه بره خارج المسجد للرجال والسيدات، دي برضو اضافه للمسجد واضافه للمصلين. المشروع الثالث هو مشروع الجيم، خلاص برضو الاجهزه بدات تتورد، هي مستورده جايه من الخارج وبدات تتورد، وان شاء الله برضو خلال يعني الفتره الجايه هيبقوا مشروعين نفتحهم، مشروع المسجد ومشروع الجيم. حمام السباحه لسه بادئين فيه 9/12 كان تصميم موقع، مده تنفيذه كانت سنه ان شاء الله. المعدلات سابقينها دلوقتي، اتمنى نفضل مكملين بالمعدل ده، هنفتح قبل الميعاد ان شاء الله باذن الله. احنا حاليا دلوقتي عندنا في فرع مدينه نصر في مدرج كره القدم المكاتب الملحقه بيه وغرف خلع ملابس الملحقه بيه واناره الملعب، يعني احنا هيبقى عندنا ملعب يعني هايل وجميل جدا في اهلي مدينه نصر. كابتن محمود برضه ادينا تعليمات ان انا ابدا اشتغل في اجهز رسومات حمام مجمع حمام السباحه تجمع الخامس. ده مجمع كبير اكبر من مجمع الشيخ زايد شويه، اضافه لفرع التجمع الخامس، التجمع الخامس محتاج حمام سباحه، هو يعتبر الفرع الوحيد ما فيهوش حمام سباحه. فالكابتن ادينا تعليمات ان انا ابدا اجهز رسومات وابدا استيراد التراخيص. خلاص ادام بدانا كده يبقى الموضوع هيبدا ورا بعضه ويبدا يشتغل باذن الله ان شاء الله. طبعا في الجزء الاخر طبعا احنا لسه فتحنا الفتره اللي فاتت البوابه وملاعب الكوره، دي كانت اضافه برضه للفرع الشيخ زايد. حاجه محترمه جدا الحقيقه، نتمنى ان شاء الله دوام المشاريع الانشائيه زي ما حضراتكم شايفين من هنا لهنا لهنا ومن المقر ده للمقر ده للمقر ده، ان شاء الله برضو اخبار سعيده قريبا ان شاء الله في كل المجالات سواء رياضيه او انشائيه. كابتن ماهر، لا صوت يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني. انا قلت كلمه يعني دايما بقولها، انه كان مباراه موزمبيق دي ما اتلعبتش، كان احنا لسه جايين من مصر واخدنا معسكر اسبوع، ها، ومنتظرين المباراه الاولى يوم الخميس مع غانا، ولعبنا مباراه وديه مع موزمبيق تعادلنا فيها 2-2 وبننتظر اولى المباريات الرسميه يوم الخميس. ايه رايك في السيناريو ده؟ جميل والله اسلام، سيناريو جميل يعني ان شاء الله يا رب باذن الله، لانه خلاص ما قدامكش غير الست نقاط. بالظبط كده، بالظبط كده، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان السيناريو ده فعلا يعني يوم الخميس يكون بالايجابي لمنتخب مصر. عايز اقول لك يا اسلام، من بدايه الدوره احنا اليوم الثاني اليوم الثالث الثالث حد 2-3 ظاهره الـ المنتخبات الغير مصنفه. سبحان الله،
هو ما انا حسميت الحلقه النهارده هو فيه ايه؟ سواء بالنسبه للتحكيم وهتكلم حضرتك عنه دلوقتي، وحاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كابتن ناصر عباس برضو نتكلم معاه عن التحكيم ودور التحكيم المصري في هذه البطوله برضو حاجه رائعه، هتكلم مع حضرتك عنه. لكن بما ان حضرتك فتحت انه هو في ايه يا جماعه؟ كل مصر تتعادل، الجزائر يتعادل، الكاميرون يتعادل، كذا يتعادل، والاسماء اللي هنتكلم عليها، المنتخبات اللي هنتكلم عليها كابتن اسلام منتخبات يعني متوسطه وغير مصنفه، لكن سبحان الله احرجت الكبار اللي احنا بنتكلم عليهم، الثمانيه الكبار اللي احنا بنقول ان هم اقرب ناس للبطوله، منتخبات قويه، منهم طبعا الرباعي بتاع شمال افريقيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب. النهارده ثلاث فرق منهم في الجوله الاولى ما ادتناش الطمانينه او الثقه ان احنا يعني من احنا بنقول ان الرباعي بشمال افريقيا ده منهم الاربعه المترشحين، لكن احنا بنقول لسه ما شفناش المغرب كمان بكره ان شاء الله. لكن اسماء غريبه جدا كابتن اسلام، موزمبيق، الراس الاخضر، غينيا بيساو، انجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، ناميبيا، يعني اسماء بصراحه ظهرت بشكل ملفت جدا، والشكل والاداء اللي بيلعبوا بيه بيعتمد رقم واحد على الروح القتاليه العاليه، وده اللي مخليهم بداوا يتفوقوا في الجوله الاولى، الروح القتاليه العاليه اللي هي سمه الفرق دي. كابتن تفتكر انه الجو الرطوبه مؤثره على الاربع منتخبات جنوب افريقيا او الثلاث منتخبات شمال افريقيا حتى الان؟ وبكره هيبقى المغرب. على جانب الاخر لما تيجي تلاقي معظم الفرق المنتخبات اللي لعبت بشكل جيد زي ما حضرتك بتقول هي منتخبات متعوده على هذا الطقس. انا لا اضع مبرر والله بجد، ولكن حضرتك رحت لعبت في كوت ديفوار وانا لعبت في كوت ديفوار، والكثير يعلم انه اثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار هذه الثلاث بلاد دول بالنسبه للتنفس واللعب كره القدم صعبين جدا. واثيوبيا معاها، انا بقول اثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار. موضوع الرطوبه ده فعلا مقلق ومتعب بشكل كبير جدا اسلام، لكن يعني ساعات الناس تقول لك ايه يعني دي كانت حاجه ايامكم انتوا بقى، ايام جيل السبعينات والسفر اللي كان بوقت طويل والتغذيه ما كانتش موجوده، الفنادق كانت صعبه، الاكل كان اصعب، الملاعب كمان كانت مشكله بالنسبه لنا، فكنا بنعاني بشكل كبير. يعني ما كانتش حجج ان احنا لما بنخفق كابتن اسلام في بطوله زي كده، ما كانتش حجج ان احنا نحط نقول الكلام ده، لكن دي كانت حقيقه. لكن دلوقتي الامور يمكن اتحسنت شويه. انا معاك الرطوبه مقلقه جدا في حته كميه الجري والمجهود المبذول بالنسبه للاعيبه كره القدم، وخصوصا شمال افريقيا اللي احنا مش متعودين على الرطوبه العاليه بهذا الشكل. صحيح. لكن قدرنا بقى، هنعمل ايه؟ قدرنا لازم عشان يعني نتغاضى عن الجزئيه دي يا كابتن اسلام، لازم رقم واحد زي ما اقول احترام كبير جدا للفرقه دي، رقم اتنين لازم يبقى في قلب بلغه الكوره، يبقى في اصرار، يبقى في دوافع، واحنا قلنا الدوافع الحمد لله لمنتخب مصر، احنا كنا مساندين لمنتخب مصر من بداية سيادة الرئيس وزيارته ليهم، ثم وزير الشباب والرياضة، ثم طبعا جماهير مصر المية وقلنا وعشرة ومية وخمستاشر مليون مصري في ظهر منتخبنا القومي. لأن أنا عايز أقول كابتن إسلام، وقلنا قبل كده في كذا حلقة، إن فرصة للجيل ده، صحيح، آخر فرصة للجيل ده في حصولك على بطولة كأس أمم أفريقية من عدة عوامل كثيرة. أولا الجيل ده بقاله بعيد عن البطولة بشكل كبير. رقم اتنين في نجوم كبار جدا كابتن إسلام، مهم جدا أنهم يحصلوا على هذه البطولة لأجل تاريخهم، على رأسهم طبعا محمد صلاح، تريزيجيه، حجازي، النني، لأن الله أقدر لو ما حصلناش على البطولة ديت، أنا إحساسي كده أن ممكن اللعبة دي تعتذر عن التمثيل الدولي خلال الفترة اللي جاية، ان خلاص طيب. هتحس ان الامور يعني هنتكلم عن هذه الامور كلها يا كابتن مره تانية، ولكن خلينا نروح لاحد الظواهر في هذه البطوله حتى الان، وهو التحكيم المصري. التحكيم المصري يسير بخطى رائعه وليست جيده فقط، وهي بالعكس. وانا قاعد بتفرج، طالما انت حضرتك، وانا اتعلمت منك هذه الكلمه، انه طالما انت قاعد ومش حاسس بالحكم تعرف ان الحكم ده كويس،
فبالتالي احنا في مباراه الافتتاح ما حسيناش بكابتن امين عمر. انا ما بسال كل شويه دلوقتي على كابتن محمد عادل يقولوا لي مش حاسين من بوجوده في المباراه على الرغم من المباراه صعبه جدا. محمود عاشور والبنا نفس الكلام. وبالتالي نجاح باهر للحكام المصريين في ظل تالق واضح ليهم. ايه الفرق وليه السبب؟ ايه السبب ان احنا نشوف كده وبنشوف عكسه هنا في مصر؟ خلينا نروح للخبير التحكيمي والخبير الدولي الكبير الكابتن ناصر عباس. ازيك كابتن ناصر؟ تحياتي كابتن اسلام وتحياتي لضيفك الكريم كابتن. وحشنا يا كابتن ناصر بقالك فتره. كابتن ناصر اهلا بيك. والله العظيم يا كابتن اسلام انا انت وحشني جدا جدا ونفسي اجي اقعد معاك اعمل حلقه لان تنور. عندنا حاجات جميله جدا جدا مش بس للتحكيم المصري كابتن اسلام ولكن نتكلم على التحكيم العربي يعني حاضر بقوه في هذه البطوله حقيقي. ولكن الحقيقه انا مش شايف غير التحكيم المصري يا كابتن ناصر ومش شايف غير ان انا بحيي كابتن امين عمر، مش شايف غير ان انا بحيي كابتن محمد عادل على ادائه حتى من خمس ست دقائق، معرفش الخمس ست دقائق دول حصل فيهم ايه، ولكن بحيي كابتن محمود البنا، بحيي كابتن محمود عاشور، بحيي كابتن ابو الرجال، بحيي كل المجموعه اللي بتمثل مصر خير تمثيل الحقيقه في بطوله كاس الامم الافريقيه. من البطولات الجميله جدا يا كابتن اسلام، اولا احنا عندنا سبع حكام زي ما حضرتك عارف، عندنا ثلاث حكام ميدان واثنين حكام مساعدين وعندنا كمان اثنين حكام في الفار. حقيقي. السبعه الحمد لله ولك الحمد والشكر يعني الحمد ربنا يمكن افضل بطوله في البطولات الافريقيه، التحكيم المصري حاضر بقوه. حقيقي. مباراه الافتتاح يا كابتن اسلام التحكيم المصري مش بس ظهر هنا كمان في افريقيا ولكن كل الدنيا شافت امين عمر في هذه المباراه اللي اعتقد عمل كل حاجه حلوه كابتن اسلام، يعني تقدر تقول ان هو كان عنده قراءه مستقبليه لطرق اللعب في المباراه الافتتاحيه. بتلاقيه بيروح في المكان اللي هو بيتوقع فيه ان يكون في حدث بتلاقيه موجود، عنده قراءه للعب، عنده شخصيه تحكيميه، مجهود بدني مش عاوز اقول حتى يعني يساوي يعني افضل اللاعبين في المباراه. وربنا كان موفقه الحقيقه كابتن ناصر في اختيار جداً في اختياره للاماكن واختياره للوقت الصفاره. ولم يلجا كابتن اسلام للفار ودي مهمه جدا 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 في تقييم الحكم في الاتحاد الافريقي، بيشوفوا الحكم هل هو لجا للفار كم مره ودي كمان بتقلل من درجاته. امين عمر في هذه المباراه لم يلجا للفار، كان موجود وكان ليه شخصيه تحكيميه متفرده، فرض شخصيته وادى قناعات للاعبين وادى قناعات للكل سواء كانت لجنه الحكام في افريقيا او الاتحاد الدولي، كل الناس كانت مبهوره بيه. هو عاوز اقول حاجه بس مهمه والناس بتسال هو ايه الفرق؟ قبل ما نروح للفرق طمنا على كابتن محمد عادل لغايه دلوقتي يعني. محمد عادل هو ماشي كويس يعني، هو كان في لعبه ركله جزاء. ايوه. هو لم يحتسب ركله جزاء وده مش خطا يعني لان هنا الفار تدخل والفار هنا كان برضك ايضا حكم من الحكام العرب لحلو بن برهام الحكم الجزائري كان على الفار. نعم. تم استدعاءه وراح للفار وشاف اللعبه وتاكد منها ورجع احتسب ركله جزاء لصالح جنوب افريقيا. تمام. طبعا ركله جزاء صحيحه والقرار صحيح وهنا لكن بقيت المباراه هو ماشي لحد دلوقتي بالمباراه كويس، ما حدش حاسس بيها كابتن اسلام، الامور ماشيه بشكل كويس يعني الحمد لله. يعني حتى هذه اللحظه ما فيش اي مشاكل تحكيميه وزي ما قلت لحضرتك التعاون كان موجود ما بينه وما بين حكم الفار في طيب. نتمنى له يا رب التوفيق في بقيه المباراه مالي وجنوب افريقيا. الماتش كام يا كابتن؟ 0-0؟ صفر صفر. طيب برضو ايه الفرق؟ يعني لماذا نرى كابتن محمد عادل وكابتن امين عمر وكابتن محمود عاشور وكابتن البنا وكابتن ابو رجال وكابتن كذا كل الكباتن الاسماء الكبيره اللي بنتكلم عنها دي، لماذا نراهم بمستوى بهذا المستوى الرائع اللي احنا كلنا بنشيد به ثم نجد في الدوري المصري بعيدا عن مباريات الاهلي، مش هكلمك عن مباراة الاهلي والزمالك كمان، في اي مباراه اخرى بتجد ان هناك اخطاء واضحه ضده؟ كابتن اسلام سؤال مهم جدا والكل بيسال هذا السؤال وانا بحيي حضرتك على هذا السؤال لان الكل بيسال ومحدش عارف القصه ايه. هذه البطوله كابتن اسلام هي بوابة العبور ل 2026. اوكي. خلي بالك دي أهم نقطة إن كله بيتنافس عشان خاطر كأس العالم اللي جاي. واللي هينجح في البطولة دي كابتن إسلام أعتقد بنسبة 70-80% هيكون موجود في كأس العالم سواء كانوا الحكام المساعدين أو حكام الصفارة أو حكام الفار. نعم. التنافس هنا موجود
الحاجة التانية المهمة جدا جدا اللي لجنة الحكام في افريقيا يعني وضعت حاجة جميلة جدا جدا، هو التنافس ما بين الحكام. يا كابتن في غيرة ما بين الحكام، الكل عاوز يعمل مباراة كويسة خاصة بعد ان امين عمر نجح في المباراة الأولى. صحيح. في تنافس ما بين جميع الحكام، سواء الحكام البروفيشنال اللي هم ال 20 حكم اللي تم اختيارهم من الاتحاد الافريقي بالإضافة إلى حكام النخبة. فهتلاقي التنافس موجود والهدف موجود، يعني الحرص من كل حكم على ان هو يظهر بالمظهر الجيد والمظهر الكويس. دعم لجنة الحكام في افريقيا، ايوه، اعمل الصح فقط لا غير، ما يعني لا تنظر لاي شيء. وده مهم جدا جدا، هو بيحرر الحكم من اي قيود او من اي ضغوط، فالحكم بيلعب بارتياحيه، وده مهم جدا جدا لما الحكم بيلعب لا وجيبه مليان برضو يا كابتن. نعم جيبه مليان. ما يعني ما انا سايبك تمام زي كل الكلام اللي حضرتك قلته ده هو الاساس، وكلام حلو جدا ورائع، ولكن في الاخر بتتكلم يا كابتن اسلام، بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. ايوه كابتن، انا الحكام هنا ليها 25 30 مليون مستحقات، هناك حضرتك بتاخد بعد كل ماتش او بتاخد كل شهر لو عامل عقد. كابتن اسلام هناك بقى حاجه جميله جدا، بتلاقي طبعا هم الفندق، وبتلاقي التدريب العملي، كل حاجة والتدريب النظري، كل حاجه موجوده للحكام بتتوفر. طبعا زي ما قلت حاجه مهمه جدا، الامكانيات الماديه موجوده، زي ما قلت كل حاجه كويسه، يعني تخلي اي حكم كابتن اسلام او اي لاعب في المكان ده لابد ان هو يؤدي بهذا الشكل. والمباريات يا كابتن ناصر برضك كابتن اسلام، المباريات كمان على اعلى مستوى. صحيح. فبتخلي الحكم بمركز 90 او 95 دقيقه يا كابتن ناصر برضك. كابتن ماهر بيتكلم في زي ما قلت حضرتك عوامل كثيره جدا تخلي اي حكم ينجح في هذه البطوله. اولا كمان خلينا نتكلم يا كابتن اسلام، الناحيه مهمه جدا وانت بتلعب قدام الجمهور، خلي بالك في حكام كتير جدا جدا لما يبقى في جمهور، ايوه، بيأدوا اداء كويس قوي، والجمهور هنا ليه دور كبير جدا. عارف حضرتك يا كابتن ناصر، لما حد بيسالني يقول لي هو ليه الحكام كده، فبقول لهم يا جماعه علشان يوم جاي حد ردد عليا ما بسال، يعني يقولوا لي اصله انتوا هنا بتضغطوا عليهم. طب بعيدا عن ماتشات الاهلي والزمالك، عشان كده انا قلت ايه في اول كلامي، لما الحكام بتيجي هنا بعيدا عن مباريات الاهلي والزمالك بتجد هناك اخطاء واضحه ليهم، مش ماتشات الاهلي وان انت بتضغط عليهم، او ماتشات الزمالك وانت بتضغط عليهم. لا هو كمان في نقطه كمان كابتن اسلام، اتفضل. يعني انا النهارده حكام الفار هناك في التزام، يعني معلش سامحني، يعني احنا هنا طبعا الدوري لا قول يا كابتن اللي حضرتك عايزه، اتفضل. محترمه جدا جدا طبعا، ولكن احنا ما شفناش حكم راح للفار لحد دلوقتي يا كابتن اسلام ورجع اختلف مع حكام الفار، وهو ده المهم. صحيح. اللي احنا بنقول عليه ايه؟ صحيح. ان حكم الفار لما بيجيب الحكم، خلي بالك ما بيجيبهوش كده اي كلام، لا هو عارف هو بيعمل ايه. عشان كده بنقول ايه؟ يا حكم يا فار، لما بتجيب الحكم هناك عوامل طبقا للبروتوكول تجيبه فيها. نعم. بنشوف هنا في الدوري المصري الحكم بيروح للفار وبيرجع ما بيحتفلش. عارف هقول لك ايه؟ عارف هسالك السؤال اللي جاي ايه؟ هقول لك قد يكون حكم الساحه شايف نفسه اكبر من حكم الفار. وبالتالي عندما يتخذ حكم الفار هنا في مصر قرار بكذا، بتلاقي الحكم الساحه بيغير القرار، عشان هو حاسس ان هو ما ينفعش يتقال له. انا بشوفها كده يا كابتن، ما اعرفش صح ولا غلط، خلي بالك. والله مش هكون مجامل، يعني مش عاوز اقول لك انا هسقف لك يا كابتن اسلام، ولكن هي دي الحقيقه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده. انما يشعر الحكم ان هو اقوى من حكم الفار، ودي مشكله كبيره جدا، ودي مش مسؤوليه الحكام، لا هي مسؤوليه لجنه الحكام. خلي بالك احترام حكام الفار، لان حكام الفار هنا بيبقوا موجودين لتصحيح اخطاء الحكم. لا بالظبط، بس لازم يا كابتن اسلام يكون الحكم الفار نفس قدره الحكم ونفس كفاءه الحكم. ايوه ما تجيبليش حكم كده. ما تجيبليش حكم درجه اولى واشاره دوليه وتحط لي حكم فار، انا اسف في الكلمه، يعني اصغر منه سنا، مش هقول كلمه يعني اصغر منه أو سنا لسه بادئ. او لسه بادئ وتقول له يقول كذا، صح ولا مش صح يا كابتن ناصر؟ ما هو انت برضو كلجنه حكام. طب كابتن ناصر معلش عشان الوقت، هل حضرتك بعد نهايه مباريات الدور الاول نقدر نقيم الحكام انا وحضرتك في حلقه، يعني من خلال وجودك معانا نقيم فيها اداء الحكام؟ لانه انا برضو زي ما حضرتك قلت لما قلت لي التحكيم العربي، انا مش عايز اقول لك التحكيم العربي فقط، التحكيم العربي والتحكيم الافريقي، الحقيقه
انا شايف بطوله مختلفه تحكيميا في كل الكاتيجوريز بتاعه الحكام بصراحه، يعني سواء حكام اسماء كبيره او حكام مصريين او حكام عرب او حكام عرب افارقه يعني او عرب او افارقه. كابتن سلام سريعا كده هقول لك، امين عمر لعب تمام، رضوان جيد المغرب عمل مباراه جميله جدا ما بين السنغال وزامبيا صحيح، دحام بيدا لعب مصر وموزمبيق اللي هو المباراه اللي احنا لعبناها وكان هايل، معتز الشلماني اللي هو لعب مباراه الكاميرون وغينيا، جلال جايد اللي هو لعب بوركينا وموريتانيا دول كلهم عرب، محمد عادل النهارده بيلعب، لسه كمان محمد معروف ولسه مصطفى غربال، الاثنين دول حكام اعتقد يعني هياخدوا فرصه الفتره اللي جايه، بخلاف حكام الفار محمود عاشور ومحمود البنا، وعندنا كمان لحلو بن برهام الجزائري، كل الحكام العرب النهارده بيلعبوا بيأدوا بشكل كويس كابتن اسلام، وزي ما قلت حضرتك عندي احصائيات بجميع الحكام. حلو جدا، يبقى نعمل الحلقه ان شاء الله في نهايه هذه الجوله لانها حلقه مهمه جدا جدا، بس قول لي ولا لا، هل حضرتك مع ان هناك تغيير او تغير في التحكيم الافريقي للافضل حتى الان في اول ثلاث ايام؟ هذه البطوله كابتن اسلام مش هبعد عن كلامك، انت قلت الصح، افضل بطوله تحكيميه حتى هذا التوقيت حتى هذه المباراه، هذه البطوله التحكيميه ان جميع الحكام سواء الشمال افريقيا او حكام افريقيا ادوا مباريات كويسه جدا 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 حتى هذه اللحظه، زي ما قلت لك الدوافع موجوده والتنافس موجود، وكمان البروفيشنال ال 20 حكم بما فيهم حكم مباراه مصر وغانا للاسف يعني ربنا يستر. ما انا لسه كنت هسالك عن هذا الحكم، ايه رايك في اوتشو؟ اوتشو اللي هو حكم مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه وركله الجزاء الشهيره لمحمود كهربا، هقول تاني شرحتها، هي اختها تماما اختها الفار استدعاه ماريا ريجيت، جابته في لقطه ركله جزاء اتحاد العاصمه وراح ورجع وحسب، هي اللي لم تحتسب لمحمود كهربا في هذه المباراه، ظهر بعصبيه كبيره جدا في هذه المباراه، يمكن احنا حللناها عند حضرتك وقلنا ان الحكم ما كانش مسيطر على المباراه وكان منفعل جدا، ربنا يستر المباراه اللي جايه، ومباراه صعبه جدا 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 على الرغم ان هو من البروفيشنال وتحديده في ال 20 هو رقم 10 من الحكام اللي هم المحترفين، انت عارف المحترفين مرتبينهم كابتن اسلام صحيح من 1 ل 20 هو رقم 10 في التصنيف في البروفيشنال والحكام النخبه، اتمنى ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر ان شاء الله يفوز، واتمنى ما يكونش هناك اخطاء تحكيميه في هذه المباراه. طيب. يعني عندنا هذا الحكم موجود على الصفاره، ويعني بنقول يعني يا رب يا رب ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله كويسه، وان شاء الله يكون منتخب مصر له حظ في ان هو يعمل نتيجه، وان شاء الله على الاسبوع القادم نبتدي نعمل هذه الحلقات المتتاليه المتتابعه، نتمنى ان احنا نشوف هذا التحكيم سواء في افريقيا او عربيا افريقيا يعني على هذا المستوى الرائع حتى الان، وتكتمل البطوله بهذا المستوى الجيد من كل الحكام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا، دايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا، كلام مهم جدا قاله كابتن ناصر، وبالتالي تحية كبيرة للتحكيم المصري حتى هذه اللحظة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب مصر مباراة مهمة، مباراة صعبة أمام المنتخب الغاني، اتكلمنا وانتقدنا وقلنا السلبيات في المباراة السابقة، ولكن في النهاية مباراة وانتهت، خدت منها نقطة، ننظر لما هو قادم. ده المهم اسلام، ان احنا نستفاد من الدروس اللي يعني اذا كانت ايجابيه او سلبيه في مباراه موزمبيق، ولازم نحط في الاعتبار ان الدوافع مهمه جدا، يعني الدوافع ساعتها اسلام والاصرار والعزيمه والروح القتاليه العاليه بلغه الكوره ساعات بتتفوق على الجوانب الفنيه والجوانب التكتيكيه. الدوافع دي مين اللي يعملها دلوقتي؟ يعني انا النهارده طول الوقت بسمع ايه الاخبار، اللعيبه محمد صلاح يقعد مع اللعيبه، الشناوي بيقعد مع اللعيبه، اللي مجموعه الكبار بيقعدوا مع اللعيبه، المسؤولية موجودة للكل، يعني زي ما بعد نهاية المباراة مستر فيتوريا دخل غرفة الملابس وقال للعيبة الجمل دي، كلنا مسؤولين صحيح على اللي حصل في مباراة موزمبيق، فيعني مش هنخرج حد أو صحيح مش هنبعد حد، ودي صحيح كانت مصداقية من الراجل للتيم بعد نهايه المباراه صحيح، وكانت مؤشر للعيبه ان احنا خلاص يعني الحمد لله رب العالمين ان المباراه راحت للنتيجه الايجابيه التعادل 2-2، ولو كنا خسرنا كانت هتبقى الامور اصعب بشكل صحيح كبير. فالنهارده هنبدا صفحه جديده مع غانا،
منتخب مصنف حصل على البطوله دي 5 مرات. مظبوط. عنده لعيبه كمان على اعلى مستوى، في بعض اللعيبه محمد قندوسي ده يمكن مصاب وممكن يرجع في المباراه، مباراه مصر، ولعب شويه في المباراه السابقه وخسرانين المباراه السابقه، فطبعا ما عندوش اي بديل الا ان هو يحقق نتيجه ايجابيه مع منتخب مصر، عشان اذا كان عايز يبقى موجود في المجموعه بالنسبه للترتيب الاول او الثاني او من احسن توالت. فطبعا المباراه هتبقى اصعب من مباراه موزمبيق يا كابتن اسلام، لان مصر عايزه 3 نقاط وعايزه تكسب المباراه، نفس الكلام بالنسبه لغانا عايزه 3 نقاط وعايزه تكسب المباراه. هنا طبعا مستر فيتوريا هيبدا طبعا يتابع بشكل كبير جدا، شاف المباراه اللي بين غانا والرأس الاخضر، لان هو كمان بيتابع كل المباريات اللي في المجموعه. اكيد لازم يحط عينيه على الايجابيات او اللعيبه المميزه في غانا من خلال التيم، من الحاجات السلبيات اللي وقعت فيها غانا بالنسبه لخط الظهر وعدم التمركز الجيد للرباعي خط الظهر. احنا كمان لازم نشتغل على ان احنا نكسب المباراه، عشان نشتغل على نكسب المباراه يبقى لازم اللعيبه كلها تعرف ان الدوافع اللي موجوده لازم نطلعها بشكل كبير جدا في المباراه دي، عشان نكسب. صحيح. لازم هيحصل ضغط نفسي عصبي على اللعيبه بشكل كبير. الضغط النفسي العصبي كابتن اسلام مش عايزينه يحصل بنوع من التهور او نوع بعدم التركيز، لا احنا عايزينه يبقى بالايجابي بشكل كبير. هل مستر، السؤال بقى اللي احنا بنساله فنين، هل مستر فيتوريا هيحصل ان هو هيصمم على هذا التشكيل في مباراه غانا؟ أيوة. رايك ايه يا كابتن؟ انا 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 في رايي بصراحه يعني في بعض الاماكن يا كابتن اسلام محتاجين، معلش يا كابتن، بالمناسبه واحنا بنتكلم منتخب مالي بيحرز هدفه الاول ضد منتخب جنوب افريقيا لتصبح نتيجه منتخب مالي 1 منتخب جنوب افريقيا 0. اتفضل يا كابتن. انا في رايي ان احنا مباراه غانا طبعا يعني واضح ان الجهاز الفني كابتن حازم امام طبعا مشرف على الكوره، مشرف على الفريق، يعني كل الناس موجوده. ده كان قبل السفر. ده كان قبل السفر، وطبعا من بدايه التدريبات اللي بعد مباراه موزمبيق كل الناس هتبقى موجوده عشان يعني ترفع من الروح المعنويه للفريق. بنتكلم على الاستراتيجيه كابتن اسلام. نعم. مهمه قوي اللي مستر فيتوريا يبدا يشتغل عليها. الاستراتيجيه دي بتشمل التشكيل من بدايه المباراه. لازم اللعيبه اللي هتبدا المباراه تبقى اللعيبه اللي هي جاهزه فنيا وبدنيا وتكتيكيا وبتنفذ الكلام اللي هو بيقوله مستر فيتوريا. انا في رايي التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني، في رايي يعني لو هنتكلم على عمر كمال من بدايه المباراه القادمه، ممكن مش عايزين نلعب برضك في الفرقه بشكل كبير، يعني مش عايزين التدوير والتغيير كابتن اسلام ياخد حيز اكبر من 3-4 لعيبه، لان يعني ما هم 3-4 لعيبه كابتن يعني الكلام كله عليهم بس في الاخر، يعني هسال حضرتك في النهايه رؤيتك للتشكيل. اتفضل. فطبعا ده اللي هيفكر فيه مستر فيتوريا، هل يبدا بنفس التشكيل ولا ممكن يحصل تغيير في بعض الاماكن؟ يعني مثلا انا شايف بعد اصابه حجازي ممكن تاثر، حجازي كويس مش مصاب، ممكن تاثر على حجازي، لكن هو راجل بيعتمد على حجازي بصفه كبيره يعني بصراحه. يعني الجانب الثاني النني، هل ممكن ان احنا نقدر نستغنى عن النني ما بقاش موجود في التشكيله ويرجع حمدي فتحي في المكان ده او مروان عطيه مع زيزو مع امام؟ دي برضك من ضمن الحاجات اللي يسال عليها مستر فيتوريا، واحنا محتاجينها عشان نقدر ننشط بيها نص ملعبنا. يعني النهارده المنتخب التونسي في الشوط الثاني حصل تغييرات في وسط الملعب اثرت بشكل جدا على الفريق من ناحيه الايجابيه، من ناحيه التنشيط يعني. صحيح. الجزء القداماني برضك مرموش، احنا اعتمدنا على مرموش من بدايه المباراه، وتريزيجيه بينزل مثلا في اخر نص ساعه بيصنع لنا الفارق لما بنحتاجه بشكل كبير، فمرموش برضك ممكن يكون من ضمن الاوراق اللي مستر فيتوريا يبدا يشتغل عليها. طيب هم دول 3 يا كابتن. 3 يعني الحاجه الاهم بقى كابتن اسلام في الاستراتيجيه، محمد صلاح احنا اتعودنا عليه
أيوة. في حته الجناح او النبي يعني محمد صلاح خطورته في ليفربول وانطلاقاته واهدافه والاسيست اللي بيعمله واحد ضد واحد وبيخش جوه ويقدر يسجل لنا اهداف. فمحمد صلاح لما بيخش جوه كابتن اسلام بيبقى موجود جوه في عدد كتير قوي من المدافعين، يعني في مساك ومساك اخر وباك وهاف فالدنيا بتبقى زحمه. فدي من ضمن الحاجات اللي كنت اتمنى من مستر فيتوريا انه يعدلها الشوط الثاني في مباراه موزمبيق، ان انا ارجع محمد صلاح في مكانه ويبدا يتغذى بقى من محمد هاني في حته انه يسلمه كوره وهو في اطراف الملعب. لما بيخش جوه المكان المفضل لزيزو هو الخروج من الاطراف، لكن احنا النهارده عملنا العكس، دخلنا صلاح جوه وطلعنا زيزو بره، ففقدنا الاثنين من ناحيه التمركز بشكل كبير جدا في الجمل التكتيكيه. حاجه غريبه برضو يا كابتن الحقيقه، يعني كله قافل على بعض. بالظبط. مالي احرزت الهدف الثاني، منتخب مالي بيتقدم على منتخب جنوب افريقيا بهدفين مقابل لا شيء. دي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا عليها الصغيرين او الفرق. لا بس منتخب مالي جنوب افريقيا يعني ها قوتين متعادلتين بداوا واضح قوي، يعني ثمار الاداء والشغل اللي عليه مالي يقدر يتفوق على جنوب افريقيا في بهدفين. فده بياكد ان زي ما قلت لحضرتك ان اليو ديانج اليو ديانج كسب بيرسي تاني. يعني احنا بالنسبه لنا كاهلاويه هو اليو ديانج كسب فرحانين لاي واحد من الاثنين يكسب طبعا بالزبط. فرصه بالنسبه لنا طبعا، هم اولادنا ومن اللعيبه المحترفين المميزين اللي بيعتمد عليهم النادي الاهلي بشكل كبير. طيب كيف يلعب منتخبنا الوطني فنيا في الملعب في المباراه القادمه؟ انا في رايي نرجع لطريقتنا اللي احنا اتعودنا عليها. شوف خلال المباريات اللي فاتت، المباريات الحبيه اللي ادى بيها منتخب مصر وهي طريقه 4-3-3 اللي احنا بنجدها بشكل كبير. بص يا كابتن اسلام، الانفرادات والجيم المفتوح بصراحه دوره كلها فيها جيم مفتوح، صحيح، انطلاقات، كثافة العددية في الهجوم، الفرص اللي بتضيع بشكل كبير جدا. ده اللي يلعب بيه منتخبنا. انا كيف نصل لهذه الطريقة؟ ما هو لما تيجي تقول مثلا من ناحية اليمين محمد هاني لقينا زيزو قافل عليه، مش قافل قصده يعني ده طريقة لعب. زيزو عايز يخش لجوه بيلاقي محمد صلاح واقف بالظبط الحتة دي، محمد صلاح عايز يطلع لبره بيلاقي زيزو واقف، وبالتالي كله مقفل على كله. ما تفهمش ازاي زي ما تفضلت كده اسلام، قلت في المباراه دي احنا اتفاجئنا بصراحه بالوضع الاستراتيجي لقاعده كل اللعيبه الثلاثه دول. جبهه اليمين ما خدمتناش بالشكل اللي احنا كنا منتظرين منها يعني. فالنهارده لما برجع محمد صلاح على الجناح افضل بشكل كبير، لان ده المكان اللي تعود عليه محمد صلاح، المكان اللي بيأدي من خلاله محمد صلاح، المكان اللي بينقلنا من خلاله محمد صلاح. محمد صلاح لما بيخش جوه تلقائي زيزو بيبدا يربط معاه، لو هاني ما طلعش زيزو بيطلع في الحته اللي ناحيه اليمين ويبقى مؤثر كورساته العرضيه المؤثره بشكل كبير. محمد صلاح لما بيلعب على الطرف بيبقى سهل جدا كابتن اسلام، صحيح، انك انت بتلعب على باك سهل جدا، محمد صلاح يقدر يخترقه ويقدر بقى يلعب لنا الكور اللي هي البينيه اللي تحت للناس اللي جايه، او يقدر يعملها لمصطفى محمد كروس جميل على دماغه، او هو كمان بيقدر يخش جوه وبيصوب وبيجيد الجزئيه دي. فدي كلها اسلحه محمد صلاح مع الاسف اللي ما كانتش موجوده بالظبط، يعني مش موجوده الماتش اللي فات، مش موجوده الماتش اللي فات. فان شاء الله باذن الله مباراه غانا الحاجات دي كلها تصلح من ناحيه الاستراتيجيه، من ناحيه الجمل التكتيكيه، من ناحيه اللعيبه تبدا تقرا بعض وتبدا تحفظ بعض، لان هم لعيبه دوليين على اعلى مستوى ولعبوا مع بعض قبل كده اكتر من 25 مباراه. فالنهارده كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان بعد احرزنا الهدف الاولاني مصطفى محمد، طبعا كلنا تخيلنا ان لا خلاص احنا ان شاء الله باذن الله الهدف الثاني جاي، الهدف الثالث جاي. النهارده في يعني انتعاشه بالنسبه للمنتخب المصري. اتفاجئنا خالص بعد الشوط الاولاني اني ما تعرفش بقى كابتن اسلام ثقه اللعيب المصري ان احنا هكسب، انا هكسب في اي وقت مثلا، ان انا جبت جول وارد جدا. وفي حاجه كمان يمكن احنا متورثينها مع الاسف، لما بنلعب مع الفرقه اللي مش مصنفه بنبدا ننزل بالمستوى بشكل يعني تبع غنى مصنفه فالنهارده بقى يعني النهارده خصم بالظبط، خصم طبعا بيختلف خالص عن موزمبيق. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان يبقى الروح القتاليه العاليه، ان الاداء يبقى افضل من كده،
لان طبعا يعني الناس كلها زعلانه ومحتاجين لاعبتنا المميزين اللي احنا عندنا ثقه فيهم بشكل كبير جدا ان هم يصلحوا لنا ان شاء الله الشكل اللي حصل. زي ما قلت لحضرتك احنا هنعتبر ان المباراه القادمه هي المباراه الاولى بالظبط، يعني موزمبيق كانت مباراه نعتبرها مباراه وديه ولم نؤدي فيها بشكل جيد، ثلاث نقاط او ست نقاط القادمه هي الاهم بالظبط بالنسبه لمنتخب مصر. هل حضرتك مع فتوح ولا محمد حمدي ناحيه الشمال، عمر كمال ولا محمد هاني ناحيه اليمين؟ يعني انا شايف ان محمد حمدي خد الستارت، خد المبادره يعني خلاص يكمل يعني يكمل يعني ما احنا برضك مش عايزين نلعب كابتن اسلام كتير جدا في يعني حضرتك قلت ثلاث تغييرات حجازي مين مكانه؟ انا شايف ياسر، يعني ياسر الفتره اللي فاتت في كاس الامم في كاس العالم مع السوبر واضح ان ياسر بقى له اكتر من سنه ما شاء الله بحاله جيده، التجانس اللي بينه وبين عبد المنعم هم بيلعبوا مع بعض مهم جدا، ووراهم الشناوي جدا 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 ووراهم الشناوي، الثلاثه حافظين بعض بالنسبه للتحركات بالنسبه للكلام بالنسبه للتغطيه بالنسبه للميلان بالنسبه للرقابه التمركز. يعني النهارده في الهدف الاولاني لو موجود، انا في رايي لو موجود ياسر وعبد المنعم ما كانش ممكن راس الحربة يقدر التاني تقصد ولا الاولاني؟ الاولاني اللي هو الاولاني كان لازم يغطي واخد بالك بردك موجود في وسط حجازي وعبد المنعم مش ممسوك فقدر ان هو يلعبها بشكل كبير. لكن انا باخذ على حجازي، يعني طبعا حجازي لعيب كبير وعنده خبرات بشكل كبير جدا، لكن وانا بتفرج على المباراه كابتن اسلام قعدت قلت يا رب حجازي ما يزحلقش، فالناس سمعتني يا رب حجازي يا رب حجازي ما يزحلقش، لان الزحلقه اخر حاجه بالنسبه لك لو انت ضامنها، انت بره اللعب خالص اللعب. فالنهارده الوضع التشريحي للعبه دي انا اجري عشان الحق يبقى كتف بكتف، لا وحتى لو هو سبقني انا ببدبدب وراه خلاص بقرب، وبعدين يبقى في قرار بقى الزحلقه هيتاخد بعد قرار بعد اللعبه بعد رقم واحد ممكن رقم اتنين اقدر اعمل التاكلين، رقم تلاتة اقدر اعمل التاكلين، لان هنا هيبقى وضع التشريحي فعلا قريب من ان انا اقدر ازحلق الكورة او اقدر ابعد الكورة. لكن يعني انا فوجئت بخبرة حجازي الكبيرة دي ان هو يحصل كده، التهور اللي حصل في اللعبة دي كان ممكن يبقى واقف على على رجليه ويكمل، وهو الراجل حتى الفرود لما بيحس ان المدافع جاي بيدبدب زي ما انت قلت بالظبط كده بيبقى قلقان جدا الآن. يعني ممكن يعملها بعيدة شوية قريبة، ده هو رايح براحته سبحان الله وقف وعمل الشناوي كده وحطها له جنب رجله، انفراد كامل جدا بالشناوي وقدر يلعبها في الزاوية الضيقة كمان ثلاث لا يعني هو ودى هناك كده ودى عينيه هناك وقام جاي حاططها في الضيقة المكان اللي هو الامثل والأضمن اللي هي الزاويه، خلي بالك هو ما هو براحته يا كابتن ما حدش معاه، هو عارف ان اخر واحد معاه وقع وفارق عنه خمسه اربعه خمسه يارد بالظبط، بالتالي انا اروح احط كده بقى احط كده احط كده اعمل زي ما اعمل. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن بنقول ان ياسر ممكن يكون لو حجازي، بس انا شايف ان الراجل في الحته دي بالذات بيعتمد على حجازي هيكمل يعني حجازي هيكمل حجازي هو ممكن يكون الخلاف كله بين محمد هاني وبين النني وبين تريزيجيه، يعني الاماكن الثلاثه دول ومحمد حمدي خلي بالك برضه وعمر كمان ممكن محمد حمدي كرابع فتوح، يعني هم الثلاثه اربعه دول اللي من وجهه نظرك بالظبط مش هيبقى اكتر من كده، اكتر من كده هتبقى يعني لا كتير هنبعد خالص عن التجانس، هنبعد خالص عن الاستراتيجيه، هنبعد خالص عن الفكر اللي هو الرابط بين اللعيبه وبين بعض. فلما يبقى تغيير في حاله او حالتين او ثلاثه زي ما احنا ذكرنا كده بعض الاماكن مرموش بالسرعات والانطلاقات، واحنا شفنا مرموش لما نزل يعني عمل لنا حيويه ونشاط في التلت الهجومي واحد ضد واحد بيقدر يفوت. خلي بالك كمان انت الماتش الجاي هتبقى عارف نتيجه مباراه غانا وكوت ديفوار وراس الارض فيردي قبل قبل ما تلعب المباراه فطبعا هتحطك تحت ستريس اكتر، كاب فيردي انا اسف في موزمبيق هتحطك تحت ضغط اكتر كمان هتحطك يعني هتحدد مصيرك انت عايز ايه من المباراه دي، عايز ايه لازم تكسب لازم اكسب. ففي كلا الحالتين كمان يا كابتن اسلام احنا لازم نحط في الاعتبار لازم نكسب غانا عشان نتواجد ان شاء الله ونمشي بالخطوات اللي احنا يعني اللي رسمها مستر فيتوريا واللي احنا ان شاء الله باذن الله يعني ثقتنا في لعبتنا انك انت مكسبك لغانا بيطمننا بشكل كبير جدا ان احنا بنمشي بقى اول مجموعه او ثاني مجموعه ونبدا نفكر في المباراه الثالثه عشان نبدا نروح للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله. نصائحك يا كابتن ماهر في نهايه هذه الفقره للمنتخب يعني طبعا للعيبه المنتخب والجهاز الفني بيني وبينك برضه عشان ما ايه
طبعا يعني ما نلاقيش مثلا يعني انا مع المقوله اللي قالها مستر فيتوريا بعد المباراه ان احنا المسؤوليه كلها نشيلها مع بعض، مش هبقى انا اللي هشيل المسؤوليه لوحدي وانتوا مش موجودين، لا يعني هو الراجل دخل بمنتهى المصداقيه، فلازم نعرف ان المسؤوليه وقع على الكل، جانب الاداري، رئيس البعثه، مساعد رئيس البعثه، المدير الفني الاداري، اللعيبه، الجماهير طبعا موجوده. لكن الاختيارات في ايدي يا كابتن. الاختيارات في ايدي انا كمدير فني، انا اختار ماهر همام بالظبط، اختار اسلام، اختار محمد، اختار علي، اختار، انا اللي بختار بالظبط. دور اللعيبه بقى زي ما انتم عودتونا وفرحتونا، وطبعا احنا يعني عايز اقول لكم ال 100 مليون بعد الهدف الاولاني يعني اكيد تشجيع ال 100 مليون وصل لحد ساحل العاج، الاهات والانطلاقات. لا وتخيل يا كابتن انت بيخش فيك جون او بتجيب جون في الدقيقه كام و90 مع منتخب موزمبيق. اسرع هدف. لا انا بتكلم عن المنتخب الثاني، الهدف الثاني كمان بالظبط. حضرتك بقى بتقوم بتحضن اللي جنبك، تخيل انت وصلت ان انت تتلعب موزمبيق تكسب تتعادل في الاخر. فيعني عايزين نقول للعيبه خلاص يعني مباراه يعني قفلنا هذه الصفحه، والحمد لله ان كانت ايجابيه بالنسبه لنا. لازم نشوف بقى الدوافع والروح القتاليه العاليه من بدايه المباراه، هي ديت اللي هتدينا الجانب المهاري، اللي هتدينا الجانب الخططي، هتدينا الجمل التكتيكيه. لو ما فيش روح واصرار من بدايه المباراه على كل كوره بنلتحم فيها، في جزئيه كمان مهمه جدا الكره الثانيه بالنسبه واحنا بنهاجم، مهمه جدا ان احنا ناخدها، ما كانتش موجوده بردك اسلام، اثرت علينا بشكل كبير الكره الثانيه واحنا بندافع، احنا كمان لازم نسيطر عليها بشكل كبير. نص ملعب الكره الثانيه دي مهمه جدا، دور كبير جدا جدا في حته سيطرته على المباراه بتطمنا بشكل كبير جدا. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا. شايف الله. الماتش اخيرا يا كابتن يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انا عندي ثقه في احساسك يعني ربنا سبحانه وتعالى، وثقتنا في اللعيبه، واحنا كمان مع غانا الحمد لله، يعني المباراه اللي بيننا وبين غانا في تاريخنا احنا بنتفوق على غانا بشكل كبير يعني. ايوه كم يعني وجهه نظرك؟ انا في رايي 2-1 باذن الله المنتخب مصر. 2-1 ان شاء الله، المهم نكسب حتى لو 1.5-0 يعني المهم نكسب في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ محمد الباز والاستاذ محمد مصطفى في ضيافه البيت الكبير.